السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريفيو المنتظر من قدام أهرامات الجيزة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من عالم السيارات. رينو ميجان فيس ليفت 2022 بفئتينها الرابعة والثالثة، وبفئتينها المحرك 1600 بتنفس طبيعي وال 1300 التيربو. النهاردة هو ده الريفيو بتاعنا. معاكم عمر عبد المقصود. فاصل صغير ونرجع نكمل. تاريخ طويل ومحترم مع تسعير متميز، هتلاقي عندك وصفة مهمة جدا لأي نجاح بتحققه أي عربية في السوق المصري، واللي قدرت فعلا تحققه رينو من خلال ميجان بشكل عام في تاريخها الطويل. والنهاردة بتؤكد على النجاح ده من خلال طرح الفيس ليفت موديل 2022 اللي معانا النهاردة. فيس ليفت 2022 من ميجان طرح بأربع فئات في السوق المصري من خلال وكيل علامة رينو الفرنسية EIM. الفئة الأولى بسعر 294,000، زود 30,000 بعد كده على كل فئة، يعني الفئة الثانية ب 324,000، الفئة الثالثة ب 354,000، وأخيرا الفئة الرابعة 384,000. عندنا أول فئتين بيطرحوا بنفس منظومة الحركة اللي عرفناها في موديل 2021 اللي هي الـ 1600 بتنفس طبيعي مع نقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أوتوماتيكي عادي. أما الفئتين الأخيرتين أو آخر فئتين بيطرحوا بمحرك 1300 سي سي تربو متوصل على نقل حركة دي سي تي أو دول كلتش، بيجي ويت مش دراي أو بتبريد زيت مش تبريد هواء. وده يمكن أبرز التغييرات اللي شفناها في الفيس ليفت 2022، لأنه في 2021 كان المحرك 1200 سي سي. النهاردة هنتعرف على الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا من رينو ميجان فيس ليفت 2022، وهنتعرف كمان على الفئة الثالثة اللي أنا بعتبرها الحصان الرابح اللي هتنافس بيه رينو ميجان في السوق المصري. عندنا منافسين أو مجموعة كبيرة من المنافسين في الفئة السعرية والحجمية الميجان، عندنا منافسين أوروبيين، عندنا منافسين يابانيين، وعندنا منافسين كوريين. يا ترى هتقدر رينو ميجان ان هي تنافس بشكل كبير وتتفوق على المنافسين دول زي ما قدرت وعملتها قبل كده؟ هو ده بقى اللي احنا هنحاول نعرفه من خلال استعراض الفئتين اللي معانا النهارده. خلونا نبتدي بمقدمه العربيه ونتعرف على ابرز التغييرات اللي حصلت فيه. ابرز اختلاف حصل هنا في الفيس ليفت في مقدمه العربيه هو الجزء السفلي من الاكسدام الامامي، او تحديدا منطقه الفوج لايت الاماميه، وفيها لمسه جماليه مختلفه ومهمه في نفس الوقت. اللمسه الجماليه دي هي عباره عن تريم كروم قاسم منطقه الفوج لايت الاماميه دي لجزئين. الجزء العلوي من منطقه الفوج لايت فيها الاضاءه بتاعت الفوج لايت، اما الجزء السفلي فهو عباره عن فتحات تهويه لمنطقه الكاوتش او منطقه العجل الاماميه، ودي برضو لقطه مهمه جدا. هنلاحظ كمان انه الفريم اللي موجود حوالين الفوج لايت الاماميه هنا في الفئه الرابعه بيكون من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، في حين ان هو في الفئات اللي تحت الفئه الرابعه بيكون من البلاستيك المط او البلاستيك المطفي الاسود المطفي. هنلاحظ كمان ان البلاستيك الاسود المطفي ده موجود ومكمل معايا في الشبكه الاماميه هنا في الفئات اللي تحت الفئه الرابعه، وكذلك موجود هنا في الديفيوزر او منطقه التهويه السفليه. لكن الشبكه الاماميه في الفئه الرابعه فهنلاحظ ان هي بتيجي من البيانو بلاك مع تطعيمات من الكروم، وده للفئه الرابعه حصرا. هنلاحظ كمان وجود حساسات ركن اماميه، وده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، اما الفئه الاولى فبتكون حساسات ركن خلفيه فقط. في تصفيح كامل اسفل المحرك. منظومه الاضاءه الاماميه بتيجي ال اي دي بالكامل في الفئه الرابعه، اما في الفئات الثلاثه اللي تحتها فبتكون منظومه اضاءه هالوجين مع تعديل او تحديث في شكل الاضاءه وشكل الفوانيس الاماميه بشكل عام في كل الفئات. هنلاحظ ان هو في تريم باللون الاسود موجود هنا، بالاضافه كمان لمجموعه اضاءه صغيره موجوده هنا على الجنبين، مع اضافه كمان اضاءه او وحدتين اضاءه موجودين في سقف الفانوس من جوه. فطبعا في تعديل حاصل في الفوانيس بشكل عام، سواء في الفئات الثلاثه اللي قبل الفئه الرابعه او حتى في الفئه الرابعه. الاضاءه النهاريه موجوده في الفئات الاربعه، ما فيش فيها اي اختلاف، بتاخد شكل السي شيب زي ما احنا شايفين، واللي عرفناه كمان في الاجيال اللي فاتت من ميجان، وطبعا بتيجي ال اي دي الاضاءه بتاعتها ما فيش فيها اي اختلاف. ده كده فيما يتعلق بمقدمه العربيه، بالاضافه كمان زي ما قلت لكم التصفيح الكامل اسفل المحرك، وده هياخدنا لنقطه المحرك ومنظومه الحركه في رينو ميجان واللي فيها اختلاف ما بين الفئتين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. يلا بينا نتعرف على منظومه الحركه الجديده اللي بتقدمها رينو في ميجان فيس ليفت 2022. زي ما قلت في المقدمه كده انه منظومه الحركه هي واحده من ابرز الاختلافات اللي حصلت ما بين موديل 2021 و2022، وواحده من ابرز الخلافات ما بين فئات الميجان اللي بتطرح بيهم حاليا في السوق المصري. مبدئيا شفت انت الحركه دي، عندك اثنين مساعدين بالاضافه كمان لل
التصفيح الكامل اسفل المحرك مع العزل اللي موجود في بطن الكبوت. طيب المحرك في الفئه الثالثه والرابعه بيجي 1300 سي سي تربو، متوصل على شاحن تربو، متوصل كمان على نقل حركه اوتوماتيكي دي سي تي او دول كلتش من 7 سرعات، بيجي ويت مش دراي، يعني بتبريد زيت مش تبريد هواء. ده بيديني قوه حصانيه بتوصل ل 150 حصان وعزم بيوصل ل 240 نيوتن متر عند 1600 لفه. تسارع العربيه هنا في المحرك التربو من 0 ل 100 في 9.8 ثانيه. اما في الفئتين الاولى والثانيه فبيكون المحرك بسعة 1.6 لتر او 1600 سي سي تنفس طبيعي، متوصل على نقل حركة سي في تي او متغير مستمر. انا كنت قلت ان هو نقل حركة اوتوماتيكي تقليدي او عادي، لا هو نقل حركة سي في تي او متغير مستمر. طيب المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 115 حصان وبتطلع عزم 154 نيوتن في المتر، وبالتالي تسارع العربية من 0 ل 100 بيكون في حوالي 11.5 ثانية. نظام التعليق الامامي والخلفي في العربية في الفئات الاربعة بيكون ماكفيرسون. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومة الحركة والاختلافات ما بين الفئتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والاختلاف ما بينهم وما بين موديل 2021 أو الموديل السابق من رينو ميجان. تعالوا بقى نقفل الكبوت وندخل على جنب العربية، يلا بينا. الجنط بتاع أي عربية بيكون دايما واحد من أبرز الاختلافات. لو العربية دي بتطرح بأكتر من فئة فهتلاقيه دايما مختلف ما بين الفئة والثانية. وهنا في ميجان نفس القصة، عندنا بداية من الفئة الأولى بيكون الجنط مقاسه 16 إنش ولكن بيكون جنط حديد مع طاسة. بعد كده الفئة الثانية والثالثة بيكون الجنط 16 إنش ولكن توتون وبالنقشة الرياضية اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، وهي نفسها النقشة اللي موجودة في الفئة الرابعة، ولكن الفئة الرابعة بيبقى المقاس أكبر بيبقى 17 إنش. هنلاحظ إن الفئة الثانية والفئة الثالثة نفس التجهيزات الخارجية والداخلية بالظبط. الاختلاف الوحيد ما بين الفئة الثانية والثالثة هو المحرك ونقل الحركة. المحرك ونقل الحركة في الفئة الثالثة بيكون تربو او 1300 تربو مع نقل الحركة دي سي تي، اما في الفئة الثانية فبيكون 1600 طبيعي مع نقل الحركة السي في تي اللي احنا اتفقنا عليه. فبالتالي الاختلاف ما بين الثانية والثالثة اللي هي الديناميك والديناميك تربو هو نقل الحركة والجزء الخاص بالمحرك فقط، اما التجهيزات الخارجية والداخلية ما بين الفئتين فبيكون واحد. فزي ما قلت لكم في الفئة الثانية والثالثة الجنط 16 انش تو تون بالنقشة الرياضية، وفي الفئة الرابعة والاخيرة بيكون الجنط 17 انش بنفس النقشة الرياضية توتون الالوان الموجوده قدامنا دلوقتي. من ضمن الاختلافات برضو اللي موجوده هو الضم بتاع المرايات الجانبيه، واللي هنا في الفئه الرابعه بيكون ضم اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه بالشكل ده. هنلاحظ انه مع فتح وقفل العربيه المرايات بتشتغل، لكن عندي اشارات جانبيه مثبته على طول المرايات الجانبيه هنا في الفئات الاربعه ما فيش فيها اي اختلاف. من ضمن الاوبشنز الظريفه برضو اللي موجوده في الفئات من بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه هو الكيلس انتري او دخول العربيه دون استخدام المفتاح او الكارت الذكي، رينو بتحب تسميه الكارت الذكي اللي موجود معانا ده. بمجرد ما تقرب من العربيه بتلاقي العربيه فتحت اوتوماتيك ومن خلالها بتقدر تدخل، وبالتالي طبعا طالما عندي كيلس انتري فاكيد في عندي ستارت ستوب انجن بدايه من الفئه الثانيه. بالاضافه كمان لنقطه اضيفت في الفيس ليفت هنا، وهو نقطه الاضاءه اللي موجوده في مقابض الابواب. دي ما كانتش موجوده في 2021، بقت موجوده هنا في الفيس ليفت، نقطه اضاءه كده موجوده في الابواب الاماميه سواء باب السائق او باب الراكب الامامي. عندي وحده رفع للازاز، ما اعرفش اذا كانت هتبان معانا دلوقتي ولا لا، انا هحاول كده ايه ابعد عنكم كده بالشكل ده. لو دوست او عملت هولد على الزرار بتاع القفل بالشكل ده بيقفل معايا اهو. ده كده وحده الرفع بتاعه الازاز في الفئه الثالثه، وهنا كمان بتقفل كمان الازاز مع فتحه السقف في الفئه الرابعه والاعلى تجهيزا. طبعا وحده الرفع دي موجوده في الفئات الثانيه والثالثه والرابعه. ارتفاع العربيه عن الارض 13.5 سم ويعتبر ارتفاع منخفض شويه الى حد ما، ولكن لو انت في حياتك اليوميه بتعدي على شوارع مرصوفه او شوارع مظبوطه الى حد ما فمش هتعاني من المشكله دي، لكن لو عندك شويه تكسير او مطبات فتخلي بالك. 13.5 سم ارتفاع العربيه عن الارض، طول قاعده العجلات حوالي 2.71 متر، الطول الكلي للعربيه حوالي 4.64 متر. طيب ايه تاني عندنا اختلافات؟ عندنا التريم او الفن الموجوده هنا دي بتيجي باللون الرصاصي في الفئه الرابعه، بقيه الفئات اللي تحتها بيكون باللون الاسود. بالنسبه لي اللون الاسود اشيك الصراحه. عندنا كمان التريم الكروم اللي موجود تحت الازاز اللي موجود هنا، هنلاحظ ان هو موجود في الفئات كلها ما فيش فيه اي اختلاف، ولكن الازاز الخلفي الجانبي الفامي والازاز الخلفي خالص الفامي بيبقى موجود بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، مش موجود في الفئه الاولى. الفئه الاولى الازاز ما بيكونش فامي نهائيا. طبعا فتحه السقف الموجوده في الفئه الرابعه حصرا مش موجوده في اي فئه ثانيه. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل للظهر ونتكلم على الاوبشنز الموجوده فيه والاضافه اللي حصلت في الفيس ليفت في الفئه الرابعه فيما يتعلق بظهر العربيه.
الاختلافات ما بين الفئات في الفيس ليفت في الظهر هنا مش كبيره قوي. يعني هنلاحظ مثلا السنسور الركنه الخلفيه اللي موجوده هنا موجوده في الفئات كلها من الفئه الاولى للفئه الاخيره، ما فيش فيها اختلاف. ولكن مثلا الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا زي ما قلت لكم بتبقى موجوده في الفئه الرابعه بس، مش موجوده ولا في الفئه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. هنلاحظ منظومه الاضاءه الخلفيه حصل فيها اختلاف هنا في الفيس ليفت، وهو انه البعد بتاع او الفوانيس الخلفيه خدت بعد ثالث، بقت 3D، وتحس ان هي فيها شيء من العمق شويه او غويطه لجوه شويه، فبتدي احساس مختلف في الاضاءه. طبعا لو بالليل كانت هتبان معانا، لكن للاسف احنا بالنهار دلوقتي فمش هتبان قوي. ولكن الاضاءه الخلفيه بتبقى LED في الفئات كلها، مفيش فيها اي اختلاف. بالاضافه كمان لاوبشن ظريف اضيف هنا على الفئه الرابعه في الفيس ليفت، وهو السمارت ترانك موجود هنا، او انك ممكن تفتح الشنطه من خلال الرجل اللي بتمرر رجلك من تحت كده، بيفتح معاك باب الشنطه. طيب مساحة الشنطة هنا 500 وشوية لتر، أكثر من 500 لتر. طبعا في قابلية لفتح الكنبة الخلفية 40-60 علشان تزود كمان العمق بتاع الشنطة. عيبين موجودين هنا في الشنطة. العيب الأولاني هو مساحة الدخول الصغيرة جدا، مساحة الإزاز الخلفي كبيرة فواخدة كتير من مساحة الدخول بتاعة الشنطة. العيب الثاني هو شفة التحميل المرتفعة جدا عند الجزء ده من العربية. ما عدا ذلك تقريبا مفيش أي مشاكل ما يتعلق بالمساحة، يعني مساحة مستغلة بشكل كامل، مفيش أي بروزات أو أي حاجة ممكن تاخد من مساحة الشنطة. ما عنديش طبعا حاجة للإضاءة مثلا أو فتحات 12 فولت، مفيش الكلام ده. طبعا الجزء السفلي اللي موجود هنا بيبقى فيه الاستبن الخاص بالعربية اللي بيجي بنفس مقاس الجنط، ولكن جنط حديد مش جنط ألوان ولا نقشة، وطبعا معاه الكريك والمفك الخاصين بالاستبن. الازاز الخلفي بيجي فميه زي ما اتفقنا، بس بيكون بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، وبيكون جواه سخانات علشان الشبوره والضباب، بالاضافه كمان للانتنه بتاعه الاريال بتاعه الراديو، بتكون انتنه داخليه جوه الازاز. طيب عندي طبعا زي ما قلت لكم السنسور الركنه الخلفيه اللي موجوده في الفئات كلها مفيش فيها اختلاف. هنلاحظ من ضمن الاضافات او الشكل الجديد اللي اضيف هنا في الفيس ليفت هو الديفيوزر الخلفي اللي بيجي من البلاستيك الاسود المط في كل الفئات، بالاضافه كمان لفتحتين شكمان فيك مش حقيقيين، ولكن بيدوا منظر رياضي اكتر للعربية. ده كده ظهر العربية. تعالوا بقى نركب في الكنبة الخلفية ونتعرف اكتر على المقصورة الداخلية للركاب. يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية في الفئة الرابعة من ميجن فيس ليفت 2022. مبدئيا عندنا فرش نص جلد ونص قماش، ده في الفئة الرابعة اللي هتطرح في السوق المصري، وهحكي لكم دلوقتي قصة يعني ايه الفئة الرابعة اللي هتطرح في السوق المصري، وما الفئة الرابعة اللي احنا فيها دي ايه، هحكي لكم القصة دي لما نطلع قدام. ولكن مبدئيا الفرش بالكامل بيجي نص جلد ونص قماش، ده في الفئة الرابعة. اما في بقية الفئات فبيكون الفرش بالكامل من القماش. ما عنديش مسند ايد وسطي في الفئات اللي قبل الفئة الرابعة، لكن هنا في الفئة الرابعة عندي مسند ايد وسطي مع كاب هولدر موجود في هنا. عندي طبعا اماكن لتثبيت مقعد الاطفال او الايزوفيكس، وده موجود في الفئات كلها، بالاضافه كمان لاحزمه امان موجوده في الجزء الخلفي من مقصوره الركاب. نفق الفتيس مش مرتفع للدرجه، لكن مرتفع الى حد ما، يعني حوالي 10 سم تقريبا، وده مش هيخلي الشخص اللي هيقعد في النص يبقى قاعد مرتاح قوي، يعني هيبقى مضطر ان هو يخلي رجل يمين ورجل شمال علشان يبقى قاعد مرتاح. ولكن بشكل عام القعده في العربيه من ورا مريحه الى حد ما. طبعا احنا بنتكلم في طول قاعده عجلات عظيم جدا، فبالتالي المساحات جوه العربيه محترمه جدا، سواء مساحات الرجل او مساحات الكتف او المساحات الزجاجيه بشكل عام هنا في العربيه ممتازه جدا الحقيقه. يعني هنلاحظ مثلا عندي هنا 4 صوابع، مع اني ظابط الكرسي بتاع السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي. عندي كمان الماتيريال المستخدم هنا في الباب بتبقى من البلاستيك مع تطعيمات من الجلد في البطن بتاع الباب، وعندنا كمان هنا اجزاء من البلاستيك الرصاصي اللي موجوده هنا. شكرا. طيب دي ازازه ميه كده عشان الحر، وفرصه بقى ان احنا ايه نشوف المساحه بتاعه الابواب او مساحه التخزين الموجوده. طبعا عندي مساحه تخزين هنا ممكن تاخد ازازه ميه صغيره بشكل كامل ومفيش فيها اي مشكله. طيب عندنا كمان مسند الكوع اللي موجود هنا بيبقى من الجلد، بالاضافه كمان زي ما قلت لكم بطن الباب بيبقى من الجلد. مساحات التخزين اللي موجوده في ظهر الكراسي اللي موجوده هنا بتبقى زي جيوب كده موجوده، برده مساحتها لطيفه جدا. عندي فتحات تكييف خلفيه موجوده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، فتحات يو اس بي برده موجوده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، مع فتحه 12 فولت خلفيه موجوده هنا اسفل فتحات اليو اس بي. طبعا فتحه حركه لطيفه جدا من التجهيزات بتاعه العربيه في الجزء الخلفي. طبعا فتحه السقف اللي موجوده هنا موجوده في الفئه الرابعه، هنتكلم عنها برضو لما نطلع قدام، بالاضافه كمان للازاز طبعا الخلفي اللي موجود هنا بيبقى فميه، برضو اتكلمنا عنه احنا بنتكلم في جنب العربيه. ده كده سريعا الكنبه في الفئه الرابعه من ميجن فيس ليفت 2022. تعالوا بقى نروح على الكنبه الخلفيه في الفئه الثالثه ونشوف اخبارها ايه، واللي هي تقريبا نفس الاوبشنز الموجوده في الفئه الاولى.
هنا بقى وبداية من الفئة الأولى بيكون الفرش قماش زي ما احنا شايفين، أما في الفئة الرابعة بيكون زي ما قلت فرش ميكس قماش مع جلد. طيب عندي فتحات تكييف خلفية، فتحتين يو اس بي تايب اي مع فتحة 12 فولت بداية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة. نفس بقى الظهر بتاع الكراسي هنا هتلاقيه من الجلد مع الفتحات الخاصة بالتخزين اللي موجودة هنا، ودي موجودة في الفئات كلها. ألاحظ بقى برضو الاختلاف الثاني اللي بعد كده، عندنا البطن بتاع الباب هنا بيجي من القماش على عكس ما موجود في الرابعة بيبقى من الجلد، وما عنديش زي ما قلت لكم مسند ايد خلفي. طيب الكنبة قابلة للطي 40-60، ده في كل فئات الميجان بالمناسبة علشان تزود مساحة الشنطة من بداية من الفئة الأولى للفئة الرابعة ما فيش فيها أي اختلاف. وايزوفيكس طبعا أو أماكن تثبيت مقاعد الأطفال مع أحزمة الأمان الخلفية اللي موجودة هنا. ده كده سريعا الكونسول أو المنطقة الخلفية في الميجان الفيس ليفت ال 2022 وتحديدا هنا في الفئة الثالثة. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم أكتر على عوامل السلامة والأمان والإنفوتينمنت سيستم اللي تم تحديثه بالكامل في ميجان فيس ليفت 2022 في الفئتين الثالثة والرابعة. وصلنا للكونسول الأمامي في الفيس ليفت 2022 من رينو ميجان وتحديدا هنا في الفئة الرابعة، ونبتدي زي ما بنبتدي دايما بعوامل السلامة والأمان في العربية، وتعتبر هنا مميزة شوية في الفئة الرابعة، ودي برضو يمكن أحد الحاجات اللي ضايقتني في العربية اختلاف عوامل السلامة والأمان ما بين الفئات، ده بيضايق الحقيقة. ولكن بشكل عام هنا في الفئة الرابعة تعتبر هي الأعلى في التجهيزات والأعلى في عوامل السلامة والأمان ما بين فئات ميجان 2022. مبدئيا 6 إيرباج موجودين في العربية، 2 أمامي 2 جانبي و2 ستائري، في حين انه في الفئات اللي قبلها زي ما اتفقنا عندنا 2 ايرباك بس. طيب انظمه الفرامل واحده اي بي اس اي بي دي، وعندنا كمان اي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، بالاضافه كمان لفرامل الايد الكهربائيه اللي هي برضو بتختلف ما بين الفئات وبعضها. عندنا من الفئه الاولى للفئه الثالثه بتكون فرامل الايد مانوال، اما هنا في الفئه الرابعه بتكون فرامل الايد كهربائيه مع نظام الاوتو هولد الموجود هنا. ده كده ما يتعلق بالحاجات المتعلقه بانظمه الفرامل في العربيه. طيب أنظمة مساعدة القيادة الموجودة، عندنا السنسور الركن الأمامية والخلفية بداية من الفئة الثانية، لكن هنا في الفئة الرابعة عندي إضافة كمان كاميرا خلفية، عندي كمان نظام تنبيه السائق في حالة الإحساس بالإرهاق أو التعب، ده برضو ضمن الأوبشنز الظريفة، بالإضافة كمان للهيل لانش أسيست أو الهيل ستارت أسيست أو مساعدة العربية في الصعود المرتفعات أو الهبوط من المرتفعات، ده كمان موجود في الفئات كلها برضو ما فيش فيه أي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان في الفئات كلها أهم الفروق ما بينها. ندخل بقى على الحاجات اللي فيها دلع شوية. مبدئيا شاشة العدادات، وخلينا ناخد كده من الشمال وندخل على اليمين. شاشة العدادات الموجودة هنا حجمها بقى أكبر من موديل 2021، ودي أحد المميزات الموجودة هنا في الفيس ليفت أو أحد التغييرات اللي حصلت. هنا شاشة العدادات بقت 10.3 إنش، ودي حاجة لطيفة. السطوع بتاعها والريزوليوشن بتاعها بقى مختلف تماما، من خلالها بيظهر عندي كل المعلومات الخاصة بالعربية، وممكن أتحكم كمان في الثيم والألوان بتاعة الثيم اللي أنا بختاره من شاشة العدادات من خلال مجموعة الأزرار الموجودة هنا على عجلة القيادة. ده ياخدنا على عجلة القيادة. عجلة القيادة هنا في الفئة الرابعة بتبقى من الجلد، وبداية من الفئة الثانية بتكون كمان من الجلد، أما في الفئة الأولى ما بتكونش من الجلد. طبعا مالتي فانكشن في الفئات كلها ما فيش فيها أي اختلاف. على يمينك عندك وحدة التحكم في شاشة العدادات اللي موجودة هنا، اللي هي بالمناسبة في الفئة الثانية وفي الفئة الأولى والثانية والثالثة بتكون 4.7 تقريبا أو 4.3 حاجة كده، بتبقى حجمها طبعا أصغر شوية من الفئة الرابعة. على شمالك موجود الكروس كنترول، وده احد التجديدات او التغييرات اللي حصلت في الفيس ليفت. الاول كان الكروس كنترول موجود هنا في الكونسول الوسطي، دلوقتي بقى عندنا الكروس كنترول موجود او نظام تثبيت السرعه موجود على عجله القياده، بالاضافه كمان لدراع موجود هنا في الخلف، ده خاص بالتحكم في الانفوتينمنت سيستم او النظام الصوتي بتاع العربيه بشكل عام. طيب زرار الستارت ستوب انجن مع منظومه الدخول او الكيلس انتري، الدخول الذكي للعربيه، ده موجود بداية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة. بعد كده ندخل على الشاشة الانفوتينمنت سيستم العملاقة اللطيفة اللي موجودة هنا، عندنا شاشة 9.4 انش، طبعا في الفئات اللي قبل الفئة الرابعة بتكون 7 انش، تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو، السوفت وير بتاعها بالكامل تم تغييره عن موديل 2021، عندنا السوفت وير الجديد اسمه ايزي لينك، بقى افضل في الاستجابة بتاعته بشكل كبير، الايكونز كمان شكلها اختلف واستجابته للاوامر بقت اسرع وافضل بكتير. من خلال الشاشة دي بقدر اتحكم في مجموعة كبيرة جدا من الوظائف
الوظائف بتاعه العربيه، بالاضافه كمان للنافيجيشن سيستم. طبعا الشاشه موجوده بتبقى من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه، الثانيه والثالثه بتبقى الشاشه 7 انش، اما في الفئه الرابعه او المعانا هنا بتبقى 9 زي ما قلت لكم 9.4 انش. فيهم نافيجيشن سيستم في الفئات كلها، ما فيش فيها اي اختلاف. عندي كمان ضمن الحاجات اللي حصل فيها تغيير في الفيس ليفت، انه الناس في 2021 كان في ناس علقت على وجود التكييف في الشاشه، كانوا عايزين يفصلوا التكييف عن الشاشه، برغم عدم وجود شكاوى نهائي من الموضوع ده، الا انه لما الناس يعني رينو حست ان الناس اتضايقت فراحت فصلت التكييف عن الشاشه. فاحنا زي ما احنا شايفين هتلاقي في عندك ازرار وبكر موجوده هنا خاصه بالتكييف، وممكن كمان برضو اتحكم فيه من الشاشه زي ما احنا، مفيش اي اختلاف. ولكن عملوا كمان اكسترا ازرار يعني او بكر موجود للتكييف خارجيا علشان تقدر تتحكم في التكييف هنا في الفئه الرابعه. طبعا التكييف بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه بيكون اوتوماتيك وبيجي دول زون، مفيش فيه اي مشكله. من خلال الشاشه دي ممكن اتحكم في حاجه ظريفه جدا، لازم اوريكم الموضوع ده. مبدئيا يعني دخلنا على السيتنج وبعد كده عملنا مالتي سينس. مالتي سينس ده بيديني الاوبشنز بتاعه الدرايفنج مود بتاعه العربيه او نظام القياده اللي انا عايز اختاره. فقدامي سبورت وكومفورت وايكو. هنا طبعا في الفئه الرابعه عندي ثلاث انظمه قياده، بالاضافه للنظام الرابع اللي هو ماي سنس اللي انا ممكن اظبط عليه نظام القياده اللي انا محتاجه. لكن في الفئات اللي قبل الفئه الرابعه بيكون عندي نظام وحيد اللي هو نظام الايكو او النظام العادي اللي هو النظام بتاع القياده الطبيعي. طيب لو دخلت على ماي سنس هنا ممكن اتحكم في حاجات كتير، اعمل اديت للماي سنس، ممكن اتحكم في الباور ترين بتاعي، ممكن اتحكم في الستيرنج اذا كنت عايز مثلا اغيره لسبورت او ريجولر او كومفورت. لو انا عايز مثلا على المود الرياضي فانا هخلي الستيرنج بتاعي بيبقى انشف شويه. ممكن كمان اتحكم في الساوند بتاع الماتور، ودي برده من ضمن الحاجات اللطيفه. معرفش تعالوا كده ندور العربيه ونشوف ممكن نتحكم في يعني حاولوا تسمعوا معايا كده. ده كده صوت الماتور، معرفش اذا حاسين بتغيير. هو انا حاسس بتغيير شويه. المهم انه ده ممكن من خلال المود ده اقدر اتحكم في صوت الموتور الموجود، بالاضافه كمان لللايتنج ممكن اتحكم برضو في الاضاءه بتاعتي. طبعا احنا عندنا هنا في الفئه الرابعه عندنا 8 الوان للامبيانت لايت. الامبيانت لايت بيشتغل في الابواب الاماميه وفي الكونسول الوسطي. في 2021 كان عندنا 4 الوان، ففي اضافه 4 الوان جداد هنا في الفيس ليفت. ممكن اتحكم في الاضاءه بتاعتي او اختار الاضاءه اللي انا عايز اشغلها او اطفيها، بالاضافه كمان لاختار اي لون من الثمان الوان اللي موجودين، بالاضافه كمان اللي ممكن اختار اللون اللي موجود في شاشه العدادات، بالاضافه ان انا ممكن اغير كمان الثيم بتاع شاشه العدادات من خلال الشاشه اللي موجوده قدامي هنا. فالشاشه هنا بتتحكم فيها في مجموعه كبيره من الاوبشنز بتاعه العربيه، او ممكن طبعا اختار مود الدرايف اللي انا محتاجه اذا كان سبورت او كومفورت او ايكو، مفيش فيها اي مشكله. طبعا ابل كار بلاي اندرويد اوتو مفيش فيها اي اختلاف. طيب ندخل بعد كده على مجموعه الازرار اللي موجوده تحت التكييف، ودي هتدخلنا في نقطه شائكه شويه. عندنا زرارين هنا للسخانات اللي موجوده في الكراسي، والكراسي انتوا لاحظتوا من الفرشه هنا في العربيه جلد بالكامل، بالاضافه كمان لكرسي السائق اللي بيجي كهربائي. ودي الفئه الرابعه، ولكن في الحقيقه هي مش دي الفئه اللي هتنزل السوق المصري. الفئه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي بيسموها البري سيريس. يعني ايه بري سيريس؟ يعني الفئه ما قبل الانتاج. العربيه دي موجوده هنا في السوق المصري مجرد بس للتعريف بالعربيه، بالاضافه كمان اللي بيتدرب عليها فريق المبيعات في شركه رينو. ولكن الفئه الرابعه اللي هتنزل عندنا في السوق المصري ما فيش فيها سخانات في الكراسي، والفرش بتاعها بيكون ميكس جلد مع قماش مش جلد بس، بالاضافه كمان لان ما عنديش كراسي كهرباء. ده تنبيه مهم جدا الناس تاخد بالها من الموضوع ده، لانه العربيه اللي قدامنا دلوقتي دي هي تعتبر الفئه الرابعه ولكن مع بعض التجهيزات الاضافيه خاصة بفئه البري سيريس او الفئه التحضيريه للانتاج اللي هي ما قبل الانتاج بتاع العربيه. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالانفوتيمنت سيستم. عندنا كمان فتحتين يو اس بي مع فتحه 12 فولت وفتحه اي او اكس، بالاضافه كمان زي ما قلت لكم هنا في الكونسول الوسطي في شويه تطعيمات من البلاستيك الرصاصي مع فرامل الايد الكهربائيه والاوتو هولد مع نظام قياده اللي هو الخاص بالتحكم بقى في العربيه في اثناء القياده في الثلج او كده. طيب عندي 2 كاب هولدر وادجستبل، ممكن اتحكم في المسافات ما بين الكوبايات وبعضها، ممكن الغيه خالص لو انا مش محتاج كاب هولدر واخليها مساحه تخزين عاديه، بالاضافه كمان لطفايه موجوده هنا، مسند ايد وسطي بيجي قابل للاطاله بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، مع مساحه تخزين سفليه لطيفه مش وحشه. ده كده سريعا
ما يتعلق بالكونسول الامامي في الفئه الرابعه. طبعا عندي بالاضافه للاوبشنز اللي انا قلتها دلوقتي فتحه السقف اللي موجوده هنا، وطبعا دي موجوده فتحه سقف البانورامية موجوده في الفئه الرابعه بس باستثناء طبعا ان هي مش موجوده في الفئات الثلاثه اللي قبلها. عندي كمان المرايه اللي موجوده هنا بتبقى فريمليس وبتبقى اوتو دامينج، لكن في الفئات اللي قبلها بتكون بفريم عاديه ومش اوتو دامينج، بتبقى الدامينج بتاعها مانوال او التعتيم اليدوي بتاعها العادي. محتاجين نعرف ايه تاني عن العربيه؟ متهيألي كده يعني قلنا كل حاجه متعلقه بالعربيه واهم التغييرات اللي حصلت في الفيس ليفت هنا في الكونسول الامامي. زي ما قلت لكم هنبص بقى في الانسرتات على الفئات اللي قبلها وتحديدا الفئه الثالثه اللي معانا. هنلاحظ ان الشاشه بتيجي 7 انش مش 9 انش زي ما موجوده هنا. طبعا فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع نظام الايزي لينك اللي موجود هنا، هو نفسه ما فيش اي اختلاف، مع النافيجيشن سيستم برده ما فيش فيه اي اختلاف. لكن زي ما قلت لكم شاشه العدادات برده هي احد الاختلافات اللي موجوده ما بين الفئات، حجم الشاشه بس ولا بيختلف، لكن عداد شاشه العدادات في الفئات كلها بتبقى ديجيتال، بالاضافه كمان لفرامل الايد الكهربائيه اللي موجوده هنا في الفئه الرابعه، اما في بقيه الفئات بتكون فرامل ايد يدويه عاديه. واتكلمنا كمان على المرايه الخلفيه اللي قلنا ان هي بتبقى اوتو دامينج فريمليس موجوده هنا في الفئه الرابعه، ما عدا ذلك بقيه الفئات بتبقى بفريم وما بتبقاش اوتو دامينج. دي كده اهم الاختلافات ما بين الكونسول الامامي هنا في الفئه الرابعه، واختلافات ما بين ال 2021 وال 2022، والاختلافات ما بين الفئات الثلاثه اللي قبل الفئه الرابعه. بكده نكون خلصنا الكونسول الامامي. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لرينو ميجان فيس ليفت 2022. بشكركم جدا على متابعتكم ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وسامحوني لو في اي معلومه وقعت مني كده ولا كده، لكن اكيد طبعا معلوماتكم كلها وتعليقاتكم كلها مرحب بيها على قناتنا على اليوتيوب مجله عالم السيارات، وعلى صفحتنا على الفيسبوك مجله عالم السيارات. بشكركم جدا على متابعتكم وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وعربيه جديده. مع السلامه.